فيزيكال كيمستري 2 كولويدز بريبيرد باي دكتور سامح جمال. المحاضرة دي هندرس فيها الشابتر الثالث تحت عنوان Properties and Applications of Colloids، ودي موجودة في ثلاث محاضرات على ثلاث أجزاء. هنبدأ دلوقتي ب Part 1 اللي هو هنتكلم فيه عن بعض خصائص المواد الغروية، Some Properties of Colloids. عندنا في الشابتر ده مجموعة من الخصائص اللي هندرسها. هنتكلم النهاردة على أول ثلاث خصائص. أول خاصية هندرسها هي الكالر. مهم جدا ان انا ابقى عارف ان الكالر اوف كولويد بارتكلز او الكالر اوف كولويد سوليوشن ديبندز اون ذا ويف لينز اوف لايت، هيعتمد اللون بتاعي بتاع الغروي على الطول الموجي الويف لينز بتاع السكاترد لايت اللي هو الضوء اللي حصل له تشتت لما حصل ان هو سقط على الجسيم الغروي. واكون عارف ان الويف لينز هيعتمد depends on the size and the nature of particles. يبقى أنا في عندي كده تلات حاجات مبنية على بعض أكون واخد بالي منها: الـ size بتاع الكولويدز، الـ wavelengths of light، والـ color of light. يبقى التلاتة دول تلات حاجات معتمدة على بعض. الـ color of colloidal solution depends on the wavelengths of scattered light، والwavelengths of scattered light هلاقي ان هو depends on the size of particle. هناخد example على الكلام ده اللي هو موجود عندنا في جدول واحد. لو انا جيت ابص كده على الcolloidal solution of silver، لو انا عندي المحلول الغروي بتاع الفضة، لو جيت ابص على table 1 كده ايه هي الrelation اللي حصلة ما بين الcolor وما بين الديامتر بتاعة الparticles، هلاقي ان انا السيلفر كولويدال سوليوشن واخد اربع الوان مختلفه: اورنج يلو، اورنج ريد، وبربل، وفايولت. قصاد كل لون من ده هلاقي ان الديامتر اوف بارتكلز بتاع الكولويد مختلف. يعني على سبيل المثال لو جيت ابص كده في الاول لما كان الكولويدال سوليوشن بتاعي اللون بتاعه اورنج يلو كان الديامتر بتاعه البارتكل 6 في 10 اس سالب 5 ملم، ولما اصبح اورنج ريد لقيت ان الديامتر بقى 9 في 10 اس سالب 5 ملم، لما بقى بربل بقى 13 في 10 اس سالب وهكذا. مش مطلوب طبعا ان انا احفظ الارقام، ولكن انا جايبها لكم كمثال ان انت تبقى عارف ان انا بناء على السايز بتاع البارتكلز هيحصل سكاترينج او تشتت معين لللايت، وبناء على هذا التشتت هلاقي انه الكالر اوف كولويدال سوليوشن هيختلف. طبعا عندي more examples، ولكن احنا اخترنا example ده لتوضيح الموضوع ده. دي اول خاصية تهمنا، يبقى الكالر مش عايز اكتر من ان انا اعرف ان هو معتمد على الطول الموجي، والطول الموجي هيبقى معتمد على حجم الجزيئات. الخاصية التانية second properties اللي هندرسها هي الoptical properties، وتحت عنوان الoptical properties هندرس اكتر من موضوع. اول حاجه تندل افكت اند ريلي سكاترينج، وكان تندل افكت دي احد التجارب اللي احنا اخدناها داخل المعمل بتاعنا. كان ايه اللي حصل او هندرس فيها ايه؟ ان تندل لاحظ سنه 1869 ان حصل سكاترينج لللايت او تشتت لللايت بواسطه الكولويدال بارتكلز. احنا كنا قارنا قبل كده في الشابتر الاولاني ما بين الكولويدز وما بين الترو سوليوشن وما بين السسبنشنز، وكان من ضمن البوينت اوف كومباريزون بتاعتنا ان احنا نقارن السايز. فكنا بنقول ان السايز بتاع الترو سوليوشن كان اصغر حاجه اقل من 1 نانو، وان الكولويدال بارتكل من 1 نانو الى 1000 نانو، وان السسبنشن اعلى من 1000. وداخل المعمل واحنا بنعمل التجربه دي لاحظنا ان اللي حصل له سكاترينج لللايت كان الكولويدز والسسبنشنز، وكان ده بسبب السايز الكبير بتاع البارتكلز اللي موجودة في السوليوشن. فببساطة تندال افكت عبارة عن ايه، او ظاهرة تندال دي عبارة عن ايه؟ ان الضوء بتاعي اذا سقط على المحلول هل بيحصل له تشتت، فاشوف كده المحلول كما لو ان
في شعاع من النور ولا لأ. ده طبعا بهتم انا في الاوبتيكال بروبرتيز دي، او بتفيدني في ان انا بقدر اعرف بيها الاستراكشر بتاعي، السايز بتاعي كبير ولا صغير، الشيب بتاع البارتكلز هيبقى عامل ازاي زي ما هنفسر دلوقتي، وممكن كمان من خلالها اقدر احدد الكونسنتريشن بتاع الكولويد سوليوشن كبير ولا لا. يبقى احنا هنا ظاهرة تندال مرة تانية حصل فيها تشتت او سكاترنج لللايت لما سقط على الكولويدال سوليوشنز او على السسبنشنز نتيجة ايه او بسبب ايه؟ due to the big size او large size of colloidal particle. الوعي بتاعنا لما حصل له ان هو تشتت او حصل له سكاترد سمينا برضو، ده كنا قايلينها في المعمل، سمينا الجزء المنور من الشعاع ده اللي هو الجسيمات اللي حصل لها تشتيت الضوء دي سميناها تندال كون او تندال بيم. يبقى الظاهرة نفسها تندال افكت، الشعاع نفسه اللي حصل له التشتت او الجسيئات اللي حصل لها التشتت دي ادت ان الشعاع المنور ده هسميه ايه؟ تندال كون مخروط تندال، او تندال بيم شعاع تندال. وده هيحصل داخل ايه؟ الكولويدز بتاعتنا وداخل السسبنشنز. لو جيت ابص كده على فيجر 3.1 اللي موجود في الكتاب صفحة 22 هلاقي كده شكل تندال افكت عامل ازاي. هلاقي في عندي 2 بيكرز، واحد فيه ترو سوليوشن والتاني فيه السولب بتاعنا اللي هو الكولويدال سوليوشن. لما حصل ان البيم اوف لايت شعاع الضوء بتاعي سقط على الترو سوليوشن اللي هو موجود على الشمال في الرسم، لقينا ان اللايت عدى عادي، كان انا مش شايفه انفيزيبل، وبالتالي مش حاصل ان الضوء بتاعي عامل شعاع او التندال بيم او تندال كون ومش منور اصلا. ولكن لو جيت ابص على البيكر اللي موجود على اليمين اللي هو فيه كولويدال سوليوشن هلاقي ان اللايت بيم فيزيبل منور مرئي شايفه، لانه حصل زي ما انتم شايفين كده الثلاث جزيئات اللي ورا بعض دي عامله سكاترنج لللايت او تشتيت لللايت. ده كان الظاهره اللي اكتشفها تندال. امال ايه العنوان احنا اتكلمنا فيه عن عالم تاني اسمه ريلي؟ لورد ريلي ده العالم اللي عمل ديفلوبمنت للثيوري اوف سكاترنج لايت. يبقى انا دلوقتي في عندي عالمين، تندال وفي عندي لورد ريلي. تندال هو اللي اكتشف الظاهره نفسها ان الضوء يحصل له تشتت بواسطه الجسيمات الغرويه، لكن لورد ريلي هو اللي عمل تطوير للنظرية بتاعت تندال. ازاي؟ هو حاول يفسرها ازاي؟ قال ايه؟ قال الاتي، قال ان السكاترينج بتاع اللايت ده بيحصل نتيجة ايه؟ احنا اتفقنا من الشابتر الاولاني برضو واحنا بنعمل كومباريزون ما بين التايبس اوف سوليوشنز اتكلمنا وقلنا ان الكولويدز بتبدو للعين المجردة ان هي هوموجينيوس، ولكن في حقيقة الامر لو جيت ابص عليها تحت الالترا ميكروسكوب هلاقيها ان هي هيتيروجينيوس. فبنقول ان هو في المحاليل اللي هي هيتيروجينيوس اللي هي نقصد بيها السسبنشنز والكولويدز بنلاقي ان اللايت سبب حدوث السكاترنج ده ايه؟ انه لما بيحصل ان الضوء يسقط على البارتكلز بتاعتي بتكون حاجه اسمها سكاترنج سنتر، مركز للتشتت. يبقى الضوء لما يسقط على المحلول الغروي احنا عرفنا من بداية الترم ان انا اي محلول عندي عبارة عن dispersion medium و dispersed phase، فلما اللايت بتاعي يتقابل مع dispersed phase اللي هي البارتكلز اللي موجودة او الملوكيولز اللي موجودة داخل الكولويدال سوليوشن هتبدأ تكون حاجة اسمها scattering center. scattering center وفي البداية بتكون الملوكيولز دي نون كونتاكت الكتريستي، ما بتوصلش كهرباء، ولكن لما بيحصل انه يسقط عليها الضوء نتيجة السايز الكبير بتاعها بتبدأ تكون حاجة اسمها دايبول. الدايبول ده معناه ان انا يكون في عندي بولارايزد ملوكيولز او يكون عندي شحنات موجودة على الجزيئات بتاعتي برغم انها في البداية كانت غير مشحونة لانها non-conducting particle مش بتوصل كهرباء. هذه
الجزيئات المستقطبة أو اللي بنسميها الدايبول اللي هي ثنائيات القطب هتبقى السورس اوف لايت ايميشن، هتبقى السبب حدوث هذا التشتت. يبقى مرة تانية، احنا دلوقتي داخل الكولويد سليوشن او السسبنشن بتاعي، الملوكيولز في الوضع العادي او البارتكلز بتاعت الديسبيرسيت فيز في الوضع العادي مش بتوصل كهرباء، نون كوندكتنج الكتريستي. بعد سقوط الضوء عليها، اول ما بيحصل سقوط للضوء عليها، في شيء من اللحظات في الثواني بلاقي ان انا بتبدأ الجزيئات دي تعمل سكاترينج سنتر، مركز للتشتت، ومركز التشتت ده بيبدأ يعمل لي شحنات كريت تشارجز او بيعمل بولارايز للمركبات بتاعتي. وطالما حصل استقطاب معنى كده ان نشأت شحنات عندي، هذه الشحنات هتحول لي الجزيئات الى داي بول، ثنائيات اقطاب. يبقى ناحية فيها ناحية موجبة وناحية سالبة، الداي بولز دي هي اللي هتبقى مسؤولة عن عمل تشتت للضوء. اشمعنى الترو سوليوشن ما بتعملش الظاهرة دي؟ عشان البوينت الاخرانية اللي مكتوبة قدامكم دلوقتي في السلايد، ان في الهوموجينيوس ميديوم في الاوساط بتاعتي اذا كانت متجانسة زي الترو سوليوشن، بلاقي ان الداي بول دي كلها بتحرك الضوء في اتجاه واحد، ما بيحصلش تشتت. لكن الداي بولز اللي هي موجودة في الكولويد سوليوشن او في السسبنشن بتحرك الضوء في اتجاهات مختلفة، فبتعمل لي ظاهرة التشتت، ان انا اشوف ان انا اللون بتاع الغروي باين، او ان انا لما سقط الضوء اصبحت الحتة دي منورة في المحلول. لكن الترو سوليوشنز نتيجة ان هي هوموجينيوس، بلاقي ان الداي بول بتاعتي كلها بتعمل تشتت للضوء in one direction، فبتعمل interference تداخل مع بعض، ومش بتعمل لي الظاهرة بتاعت تندال. حاجة تانية نكون برضو عارفينها، انه السايز بتاع السكاترينج بارتكل ده، الجزيء اللي هو عمل التشتت ده، عشان احسب السايز بتاعه الحجم بتاعه، فعندي علاقة بتقول لي x اللي هو السايز اللي انا عايز احسبه بيساوي 2 باي r over lambda، بحيث ان الار ده الريديوس بتاع البارتكل، واللامدا ده الويف لينث اوف لايت. علاقه سهله ومباشره ان انا اقدر احسب بيها السايز اوف بارتكل مباشره لو جات لي عليها مساله. على سبيل المثال كده، لو بصينا الاكزامبل ده بيقول لي ايه الاكزامبل، if the wavelength of light scattered by colloidal particle is 520 نانومتر and the radius of the particle is 25 نانومتر. Calculate the size of the colloidal particle. عندي جسيم غروي، الجسيم ده سقط عليه ضوء طول الموج، طول الموجة بتاعته 520 نانو، والنصف القطر بتاع الجسيم بتاعي 25 نانو، وعايز احسب السايز. هي تعويض مباشر، مسألة سهلة خالص، ولكن اراعي فيها ايه؟ اراعي فيها حاجتين، هل هو في المعطيات مديني الراديوس ولا الديامتر، هل هو مديني القطر ولا نصف القطر، لان هو لو مديني القطر هبقى محتاج ان انا اقسمه على 2. الحاجة التانية، هل الوحدات بتاعت الار واللامدا شبه بعض ولا لا؟ هنا في الاكزامبل اللي قدامنا الاتنين بالنانو، فمش محتاج ان انا احول حاجة. ولكن اذا حصل ان انا لقيت مثلا واحدة بالمتر واحدة بالنانو، يبقى انا محتاج ان انا احول الوحدات لوحدة واحدة، احول من صغير لكبير ولا كبير لصغير ما تفرقش، المهم ابقى واخد بالي الوحدة اللي انا حولت عليها الحاجتين هتبقى دي اليونت في النهاية اللي انا هستخدمها للإكس. يبقى الإكزامبل بتاعي كل اللي انا هعمله ان انا هضرب 2 باي في 25 اللي هو الريديوس على 520، وطالع الحل بتاعي 0.302 نانومتر. يبقى انا كده حسبت من خلال المعادلة البسيطة دي، حسبت ايه؟ السايز اوف كولويدال بارتكل. اتفقنا قبل كده برضو ساعة لما كنا عاملين الكمباريزون، ان انا الكولويدال سوليوشن ما قدرتش اشوفها بالنجد اي، ولكن استخدمنا حاجة اسمها الترا مايكروسكوب او الميكروسكوب الدقيق. في السلايد اللي قدامنا دلوقتي بنقول ان انا مين اللي عمل اصلا الالترا مايكروسكوب ده، عالم اسمه زيد سيجموندي، عمله سنة 1903 استغلالا للظاهرة بتاع تشتت الضوء، عمل الفكرة او المبدأ بتاع ازاي ان انا استخدم الميكروسكوب ده، ان انا الضوء بتاعي هيسقط على الجسيم يتشتت، فاقدر ابص في الميكروسكوب الدقيق ده واشوف الجسيم بتاعي.
فهنا عايزين نبقى عارفين بس المعلومة دي، ان انا في عالم عندي اسمه زيت سيجموندي. العالم ده استطاع ان هو يستغل ظاهرة تاندال في ان هو يخترع الالترا ميكروسكوب اللي هو استخدم بعد كده في ان انا اقدر اشوف من خلاله الكولويد بارتكلز. دي كده الخاصية التانية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اللون الكالر، واتكلمنا عن الخصائص الضوئية او الاوبتيكال بروبرتس. الخاصية التالتة اللي هنتكلم عليها في المحاضرة دي هي الملوكلر كاينيتيك بروبرتس، او الخصائص الحركية للكولويدز بتاعتي. وبرضو تحتيها هنتكلم عن اكتر من عنوان. العنوان الاولاني هنتكلم على حاجة اسمها براونيان موفمنت. براونيان موفمنت يعني الحركة البروانية. ليه اسمها كده؟ هي سميت كده نسبة للعالم اللي اكتشفها اللي هو روبرت براون سنة 1827. يبقى العالم اللي اكتشف الحركة البراونية اسمه روبرت براون. ماله روبرت براون؟ روبرت براون ده بوتانيست، يعني عالم نبات. حصل ان هو كان حاطط مجموعة من البولين جرينز اللي هي حبوب اللقاح، كان حاططها في مية، ولاحظ تحت الميكروسكوب كده ان هي مش ثابتة، دي بتتحرك حركة مستمرة continuous and randomly، يعني حركة بتاعتها عشوائية مستمرة مش ساكنة تماما. فبدأ يقول ان انا في حاجة عندي اسمها البراونيان موفمنت. البراونيان موفمنت دي هي عبارة عن حركة الجزيئات، حركة عشوائية مستمرة، وبتبقى بالمنظر اللي قدامنا ده زي فيجر 3-3 اللي هو موجود في صفحة 25 في الكتاب بتاعنا. لو جيت تبص كده هتلاقي ان الشكل عامل ايه. الجزيء عامل حاجة بسميها زيج زاج موشن، حركة عشوائية. كلمة زيج زاج زيها زي راندوم كده، عشوائية. الحركة المتعرجة دي نتجت منين؟ من الحركة المستمرة العشوائية للجزيئات ادت للحركة المتعرجة اللي هي الزيج زاج دي. ده الشكل بتاع البراونيان موفمنت. ايه المعلومات التانية اللي انا اكون عارفها عن الموضوع؟ اكون عارف ان الموفمنت دي بتعتمد او بتتناسب مع size of particle. بلاقي ان انا في عندي inverse proportional ما بين الاثنين، ان انا الموفمنت دي بيحصل لها decrease، بتقل كل ما كان size of particles عالي. يبقى انا كده في عندي علاقة عكسية. زي كده بالظبط لو تصورت واحد رفيع وواحد تخين وبتقول الاثنين اجروا، مين اللي هيجري اسرع؟ الرفيع لانه الاخف، وبالتالي هنا الحركة هتكون اكبر. البراونيان موفمنت دي هتكون اكبر كل ما كان السايز اوف بارتكل از سمول، وبالتالي في عندي انفيرسلي بروبورشنال، علاقة عكسية. الحاجة التانية اللي اكون عارفها ان لو size of particles increase قوي، يعني حصل تجمع او aggregation، تجلط للجزيئات الغروية دي مع بعض بحيث ان الحجم بتاعي زاد عن الكولويدال رينج، يعني زاد اكتر من 1000 نانو، يعني ما بقاش غروي بقى دلوقتي، هلاقي ان البراونيان موفمنت دي هيحصل لها ايه؟ هلاقيها انها stop. No Brownian movement was observed or will observed if the colloidal range increase more than 1000 nanometer. يبقى تاني الحركة البراونية دي مالها؟ معتمدة على السايز، علاقة عكسية. إذا زاد السايز قوي هلاقي إن البراونيان موفمنت دي هيحصل لها إيه؟ stopped، هتقف. إمتى هتقف؟ إذا زاد السايز أكتر من 1000 نانو اللي أنا دخلت فيه رينج السسبنشنز بقى مش الكولويدز، لأن الحركة دي مميزة للكولويدز بس. الحاجة التالتة اللي أكون عارفها إن العالم اللي تسبب في شهرة هذه الحركة هو ألبرت أينشتاين. يبقى أفرق كده ما بين الاتنين، إن روبرت براون ده العالم اللي اكتشف أصلا الحركة البروانية. مين اللي أدى إلى شهرتها؟ هو ألبرت أينشتاين، لأنه لفت نظر باقي العلماء ليها عن طريق إن هو استخدمها كتير. يبقى ألبرت أينشتاين هو سبب شهرة النظرية، بينما روبرت براون هو مكتشف الحركة البروانية. حاجة تانية نكون عارفينها اللي هو إزاي أقدر أحسب حاجة اسمها المين سكوير ديسبليسمنت. مين سكوير ديسبليسمنت اللي هو نرمز لها بدلتا إكس سكوير، ده معناها إيه؟
متوسط مربع الإزاح، متوسط مربع الإزاح. وفرق كده ما بين القانون اللي كنا لسه قايلينه من شوية، كان في عندي الإكس كانت عبارة عن السايز أوف كولويدال بارتيكل، هنا الإكس مش السايز بقى، لا ده هنا الإكس دي بتعبر عن الإزاحة بتاعتي أو المسافة اللي هيتحركها الجزيء نتيجة الحركة دي. فبلاقي إن أنا لو أنا عايز أحسب متوسط مربع الإزاحة، بلاقي إن هو عبارة عن مجموع إزاحات الجزيئات كلها، دلتا إكس 1 تربيع وإكس 2 تربيع إكس 3 تربيع وهكذا، مقسومة على الـ N اللي هو number of molecules. يبقى أنا لو عايز أحسب متوسط عدد سرعة أو المتوسط عندي مثلا 1000 جزيء، فهشوف كل جزيء بيعمل إزاحة قد إيه على العدد اللي هو الألف ده. طيب في قوانين تانية ممكن أستخدمها؟ آه في قوانين تانية. إذا كان عندي الجسيم بتاعي الغروي ده spherical كروي، يعني ليه radius r، هقدر أستخدم القانون اللي قدامي اللي هو بيقول لك إن الدلتا إكس داش سكوير، وخد بالك إن دي شرطة مش سالب، يعني دلتا إكس شرطة مش دلتا إكس سالب 2، لأ دلتا إكس شرطة تربيع، بتساوي بي تي كابيتال تي سمول على 6 باي ايتا ار. مين كل رمز في دول؟ البي حاجة بسميها عامل التناسب، عامل التناسب. التي ده التمبريتشر بالكلفن، التي سمول ده التايم، الايتا ده الفيسكوستي كوفيشنت معامل اللزوجة، والار ده الريديوس بتاعي. طيب لو انا المساله مذكور فيها عندي البي اللي هو عامل التناسب، هستخدمه دايركت مباشره زي ما هو مكتوب في المساله. لو مش مذكور فعندي العلاقه اللي تحت القانون اللي انتوا شايفينها دي، اقدر احسب بيها عامل التناسب. بيقول لي ان هو بيساوي ايه، ان البي ده بيساوي 2 ار على ان ايه، الار ده المولر جاس كونستانت ثابت العامل الغازات، والان ايه ده افوجادرو نمبر، الاتنين ارقام ثابتة اقدر اقسمهم على بعض وهحصل على ان البي بيساوي 2K. مين الكي؟ الكي ده ثابت اسمه ثابت بولتز مان. الكي ثابت اسمه ايه؟ ثابت بولتز مان. هلاقي كمان ان انا عندي العلاقة بتاعتي اللي هي بي بتساوي 2 ار على ان ايكوال 2 كي دي، هلاقي ان انا ممكن احسب الكي ازاي ثابت بولتز مان ده لو انا نسيته يوم الامتحان. احسبها ازاي؟ هحسبها عن طريق ان انا اقدر اقسم، ان انا اقسم ثابت العامل الغازات اللي هو الار اللي انا عارف قيمته ان هي 8314 من 1000 على ان ايه اللي هو عدد افوجادرو اللي انا برضو عارف ان هي قيمته 6.23 من 1000 في 10 اس 23 عشان اقدر اطلع قيمة الكي ده لو نسيتها. طيب من المعادلتين دول لو انا عوضت عن البي اللي هو عامل التناسب بقيمته اللي هي 2 كي، هحصل على العلاقة اللي قدامي دي ان هي الدلتا اكس سكوير هتبقى عبارة عن كي تي كابيتال تي سمول على 3 باي ايتا ار، بحيث ان انا الكي ده ثابت بولتزمان خلاص قيمته ثابته انا حافظها او عارفها، التي كابيتال هتبقى التمبريتشر بتاعتي بالكلفن، والتي سمول هتبقى التايم، والايتا ده الفيسكوستي كوفيشنت، والار ده الريديوس بتاعي. طيب هل ممكن تجيني مساله عليها؟ اه ممكن تجيني مساله عليها زي الاكزامبل اللي قدامي ده. بيقول لك ايه في الاكزامبل؟ if the viscosity coefficient of colloidal solution is 3.9 من 10 في 10 أس سالب 2 بواسي at 25 سيليزيوس، if the diameter of colloidal particle is 4 نانو متر، calculate the mean displacement of this particle after 20 minutes in meters. هل المعطيات كلها بتاعت القانون اللي احنا لسه شايفينه ده موجودة؟ اه كلها موجودة، ولكن المشكلة ان انا عندي اكتر من تحويلة محتاج ان انا اعملها في المسألة. هو بيقول لك ان انت عندك معامل اللزوجة قيمته كذا عند درجة 25 مئوية، وعندك القطر بتاع الكولويدال بارتيكل، خد بالك انها قطر مش نصف القطر، 4 نانو، وعايز احسب متوسط الازاحة دي بعد مرور 20 دقيقة. عندي كام تحويلة؟ اول حاجة ان انا عايز احول درجة الحرارة بدل ما هي بالمئوية عايز أحولها إلى الكلفن، يبقى محتاج إن أنا أجمع 273 على 25 مئوية دي. محتاج كمان إن أنا أحول الديامتر
الى radius. يبقى انا الاربع نانو دي محتاج ان انا احولها الى radius. الحاجة التالتة ان هي دي بالنانو والمطلوب بالمتر، يبقى انا محتاج احول النانو الى المتر. الحاجة الرابعة ان عندي التايم مذكور في المسألة بتاعتي بالمينت واحنا عايزينه بالسكند، يبقى انا عندي اربع تحويلات. فلو جيت ابص كده في الانسر بتاعتي هلاقي ان انا اول حاجة اقدر اعملها ان انا اجيب الار اللي هي الراديوس عن طريق قسمة الديامتر على 2، طلعت لي باتنين نانو متر، واحولها اخليها بالمتر عن طريق ان انا اضربها في 10 اس سالب 9، يبقى انا عندي كده القيمة بتاعت الار بتاعتي بكام؟ 2 في 10 اس سالب 9 متر. بعد كده هعوض في القانون بتاعي مباشرة، بس اخد بالي بايه؟ عندي خلاص قيمة ثابت بولتزمان هتبقى 1.38 في 10 اس سالب 23. بعد كده التمبريتشر انساش ان انا هجمع، منساش ان انا هجمع عليها ايه؟ 273. بعد كده التايم هضربه في 60 عشان اجيبه بالسكند، وتحت عندي ال 3 باي بتاعتي مضروبة في 3.9 من 10 في 10 اس سالب 2 في 2 في 10 اس سالب 9 عشان احولها الى النانو. طلعت معايا القيمة، بس انا كده حسبت ايه؟ انا كده حسبت قيمة الاكس سكوير وليس قيمة الاكس اللي انا عايزها. وعشان كده بعد ما تطلع حضرتك من القانون الاكس سكوير دي اللي هي وحدها متر تربيع، محتاج ان انت تعمل ايه؟ نحتاج انك تاخد قيمة الجذر بتاعها. يبقى انا المطلوب بتاعي ان انا اجيب الاكس مش الاكس سكوير. بعد ما اخد الجذر بتاعها هلاقي ان هي طالعه لي بايه؟ 2.24 في 10 اس سالب 12 متر. وكده تبقى خلصت المسألة. يبقى هي تعويض مباشر، ولكن اخد بالي بس في ايه؟ ان الوحدات بتاعتي مظبوطة ولا محتاج اعمل عمليات تحويلات. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عليها تحت عنوان المولكولار بروبرتس او الخصائص الحركية هي الديفيوجن، الانتشار. تعريفه ايه الديفيوجن؟ بيقول ان هو spontaneous natural process leading to transport of atomic او ionic او المولكولار species across a gradient of concentration. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان الانتشار ده عملية طبيعية تلقائية بيحصل فيها انتقال للذرات او الجزيئات او الايونات خلال مناطق مختلفة في التركيز. طبعا هي هتتحرك من تركيز مرتفع الى تركيز منخفض. اللي يهمنا ان انت تبقى عارف ان الديفيوجن ده بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه حاجة اسمها ماس ترانسفير، انتقال للكتلة. يعني ايه بيحصل فيه ماس ترانسفير؟ لما يحصل ان تتحرك الجزيئات او الذرات، انت كده بتغير الكتلة من مكان لمكان تاني، من التركيز العالي للتركيز المنخفض. يبقى انا اثناء ما بيحصل عملية الديفيوجن بيحصل انتقال للكتلة متمثلة في حركة الجزيئات او الذرات او الايونات. يبقى الديفيوجن ده تاني هو عملية تلقائية طبيعية هتحصل من غير تدخل منك خالص، ان الجزيئات او الذرات تتحرك من مناطق التركيز المرتفع الى مناطق التركيز المنخفض، وهيصاحب العملية دي حدوث انتقال للكتلة او حاجة اسمها الماس ترانسفير. طيب هل الانتشار ده ممكن اعبر عنه بمعادلة رياضية؟ ممكن نحسبه من المعادلة اللي قدامنا دي، ان دي اللي هو الديفيوجن كوفيشنت معامل الانتشار بيساوي KT على 6 باي ايتا ار، حيث انه الكي ده ثابت بولتزمان زي ما قلنا قيمته من شوية، والتي التمبريتشر، والايتا ده الفيسكوستي كوفيشنت، والار ده الراديوس بتاع البارتكلز. وفرق كويس قوي ما بين المعادلة دي وما بين المعادلة اللي قلناها من شوية عن الاكس، لان في فرق ما بين الاتنين. المعادلة اللي فاتت بتاعت الاكس سكوير كان في عندي تايم موجود في البسط وكنت بقسم تحت على 3، لكن هنا بقسم تحت على 6. فياخد بالي من الكلام الصغير ده عشان لو جات لي مسألة، انه برضو انا ممكن تجيني مسألة هنا على الديفيوجن وهتبقى برضو تعويض مباشر، بس اخد بالي من اليونت زيها زي الاكزامبل اللي فات. وبكده نبقى اتكلمنا عن 3 خصائص من خصائص الغرويات، وهنتكلم عن باقي الخصائص في المحاضرة التالية. شكراً.